علم تاريخ ودا وطيبة منا أجر بها قدو أسمع عدو حدودا شكا علم أي علم تاريخ ودا وطيبة منا أجر بها قدو أسمع عدو حدودا كلاهم دي تأسيسهم ضبط الروف يا علا وعاد باللي خلطهم يبقى مكان فشلا من الميلاد الترسى وقتلهم سيبرا كرا اللي أرسبتا اتمرت شكروتا ومستيرا بالفهم وودي أعجبتا قد لا سلاح قبيلة فتحات وشعاب وفنتو هي شكالة إريتريا حد قل أمره وكم مواطنين حق محققه مغل دافعه لا تقدر يومن زبان استعمار تيلان قل حسوسة لأنبتك مسلطو تأريك إريتريا لشد قلنا قدم اللي منبرت إريتريين اتحارس وتواب نواي لأتنكب علام حكومة تيلان دام مينات وسكك بابور وزبان لامسايو أقبوي مكاين قل شك كمسل أنبتك إيلان أقل مسرحة مواطنين نوم دي بلو بلوم لأن بتوش ويا محبر شاكالة لشبه قبي فاتحام سبت علو دي بل شقل اللي لتفرروا إلترين ما كمواطنين حقهم قلت قالبو ودرجة بدرجة مقامات لأسامع إدرابات قلي دو أن بتو ولكن لما السلس أقام دي بحلات هيم أقل أول مرة محبر شاكالة إلتريا شكلو قبيو قلت سبتت بقسام علم قتلا خمس الغاز صدو شد علي وحرستاي مثل وحدة ودو أبحثارة وإيمان ضد استمار ترصو وقلي تو قتلاهو ديما قصحر يا بلا استقلال وحرية ديما عدو دار دقلا تعبنا يوغسطو ديما فاتو أبلا ديب اللان السيد محمد إدريس باناي من كونفدرالي شقالة إريتريا شارحة ابن اللام أمرنا اتحاد عمال إريتريا مثل استعمار إيطاليا لما تحت قدموا شعب إريتريا أشغال على لكن عمال علو قلت بل يتقدمني لكن لا أشغال على العمال لكن بحقيقتنا عمال تصبط له يعني إيطاليا حكومة قرحان دبيلت ولا إريتريين ما قلت لك بقى قرحان دبيلت مينت قلت أسني أستبديت قبي بابور قلت ودا أستبديت ارجياتات من مدن دي مدن قلت ودا استبديت نعايش مصانع مسلنا يا ودعنا يا ناجيشا و و ولا اداره لا توديها للليل لا تمون كمان عايش مصانع استبديت الا ديبا بالتاكيد عمال ايطاليين ما صام على ولكن برضو عمال اريتريين
لا تحزيهم جبقة ك دبا عمل الاتوم استاذ من اللي وقت اللي طبعا عمال اريتريا دي اللي كل اللي له اتجاهات عمل دي مصانع دي بطرق دي بكبي بابور دي مينت دي بأكان أكان عندي لا استبدو لا عمال اريتريا حرسوهم لحد جو نوايوم لحد جو دي بندي دي شق استبدو إن فترة لا طبعا الحقوق على قد تقدرني إيطاليا ما كم استعمار لوادع بسنة عطت اللي يتبني يعني حقوقي على قالي على المهم حاجة لبنا برق بشق على حكوا إلا في 1935 شوية لتهاجوا استبدوا عمال إريتريا ما عند لتهاجوا دي بحقوقهم عند لتهاجوا استبدوا عمال إيطاليا هلا كنا قبل قلهم هلا حنا يين محنا حنا يين من قبي اندلت بال اندلت بال اندلت بال متى قانوننا شغل اللي تبلنا عمل اللي تبل اللي تنظم لأول مرة دي فترة إدارة بريطانية عمل يعني قانون فقرة لقانون اللي ما عدد إلا يكو حقوقنا عمال الرسالة مثل لكن شوية نوعا ما ما بقسي لقبي قالوا ده برضو عمال الرسالة قال إلا عند انتهزوا واصلوا مدالهم واصلوا تجمعاتهم واصلوا مجامع بصحوا من مصنع دي مصنع من شغل دي بشغل حيد ندرك بس تبدو يا جماعة نحن حكم مثل جمعنا اتحادنا حكم ودينا حقوقنا نركب بنقدر الربل مستويات بصحة اللي عند أبلكة التحقوق بس على الوضع إلا فترة إلا وردو من حقوق لخاصة لنا عامل إن ده فقره دي بحقوق ناوات أن نتهاجو كمان قبل حتى إلا فترة إلا كانت فترة مشاوراتنا عمال إرتريا على سنة 1951 سنة 1951 برضو عمال حيد طالبة قبل حيد اندمس أو مثل حكومة تتهاجو قبل إلا فترة إلا ديبا حكومة بريطانيا اتحاد عمال قلودو يعني انفتح يبهم يديهم يعني قبي يفتح قبي فتحه الا عند ابلكا عمال اريتريا ديب الا فتره الايطاليا على الديبه والا 10 سنه لبريطانيا على الديبه لاقتصاد اريتريا يعني سن دقيت على الا فتره لانجليز الديبه الاقتصاد شوية عند اللي تكرم أصلا إن كنينا كم سان أمره بريطانيا برضو كان عندها لطبيعتها ولا من إيطاليا تتبطوا كل المصانع اللي تابعنا إيطاليين لقبا تابعنا دولة لقبا المهم عمالنا أرثين شقوا دي بهلو لكن برضو اللي مصانع عندي في الوقت ده عند الزبي ترى إريتريا في الوقت ذاك في حدود 630 مصنع إلى 2000 عباي ونعيش إلى 1100 مصنع لبتصح مصانع ومواقعنا عمل على دي اللي عندنا قصة حكومة العمال برضو دي بقالع فقر قبو يعني شغل يركب قبو اللي سبت دابا منهم للاجتماعات كمان لا لا لو الدول علو اللي تات للبلد اللي تات دي بحكم أو دي بطل اللي تاجه ولا اقتصادنا وطننا تندي أرحيكم جيس هلا بده هلا نحنا الاقتصاد اللي قلنا شو اللي تات حكم أصلا مثل حقوق أموال لشعور لوطني عند الحسوسة عند الحسوسة عند الدقة مثلا سنة 1952 دي بشهر 2 أول مؤتمر نا عمال إرتريا دي بأسمرة مؤتمر وضع قال ناي علم تاريخ لوضع ديبا من ناجر بيها قدوم أسمع عدو حدودا
اللي من زبن استعمارت إيلان لتبقسا ومن لتفريقيا لهالي دول بشكل محبر شاكالان شرورح اللي افتح لأنباتا والزبن استعمارة توبيا مقامت ومستار دبي صادفوا على محبر عداؤو بقبي قبيهم اتقوار عدوتا تقلجو وبقبي لجي لقباما من قبط عاد اتصورة تقلت حابر أنباتهم اتلا السيد محمد ادريس بانا الى اللي بلو هلالو ديب عندما اتمر عندي السيد والد اب والد مريم رئيس اتحاد عمال التحرر الوطني للبرت الوحدوي ايوه الا الا سميت وطن وتحرر و و ووحده حكوه الليل يعني الا مساله الا كل عمال اريتريا للشمل نقابه اسست ولا نقابه الله برئاسه ولد اول ولد مريم ونائبه احمد عبتو بالفعل اللهم كل اوتلي الاتحاد اللي كونوا ومثل مصانع ومثل حكومه لوقت العرض بهاجه واستوت لوقت بهم لوقت لهي بان اتجاهاتنا كرن هوتيل لهلا ديبو اتجاهاته ديبو مكتبهم على وقيادات شابا عايش على وديبو وقيادات عباية على وديبو وإن دي شق وإن دي لبلو ووعي وطني ووعينا عمال إريتريا إن دي لبلو 1953 قرار ناس أديب ناي قفلت اتحاد دي بإريتريا قل له هلا لو قل لبل قرار قبع القرار اللي لا دي يتكبتو عمال دي بإدرابات ودي بإديتات حكاتو المهم لعمال من سجون دي بجرح ديب هارب قبعة وحكوا له اتحاد عمال إريتريا عمل سر أستبه إلا عمل سر دي من وقت دي باقة إدرابات دودة سنة 1958 أول إدراب شامل ديب إريتريا بصفة عامة قبعة باطع قبعة ديب بعصب قبعة ديب كرن قبعة ديب أسمرة قبعة ديب كله قبعة وقدام ما يتديب وقدام تأثر ديب وكل قيادات عمال تأثرت ولا فقرة إلا فترة إلا عمال إريتريا رجوع استبدوا في دول الجوار السودان البحر دي سعودية بقلة قلة قبي كمان سوق أوروبا حكوا إلا فترة إلا سنة 1958 برضو لحس وطني عند زيد حكومته كما تأمر تأسيسنا حركة تحرير إريتريا علت برضو العمال دار لطوم أو لباديت من نوم علت هاي بس الناس اتحادهم لفرتك أبا لباديت من نوم علت قبي برضو مثل حركة بشكل وطني عند أنبتوا كلهم أعداء لنا يا قيادات اتحاد عمال وعمال بعلو دي بحركة التزموا ومدالهم الوطني واصلهم حكوا إلا فترة لا طبعا فترة 61 ووطقتنا فدريشن مثلا حكوها 62 إلا فترة إلا برضو عمال إريتريا فاقرام لعلو وجوا لعلو كل جهدهم دي دعمنا مدال مسلح قبل حتى قبل ايوه دي قلنا قبل الا عندنا نحن كم تاريخ لتتامر سك ازي بثوره اريتريا اول مره اصلحت من برا عند الزباله ما تصبى ها عمال دي بسعوديه العلو الاطفاقروا اشتراكات ابو سنة 62 سنة 61 62 دي بثورات كم سال بطحة بتأمر
اول حاجه تتفعل حكومه اريتريا سنه 1991 شهر 5 يوم 24 استقلال قبا، ها حكوها ابسل اشهر اول من قوانين لاوائل لفقره دي بحكومه اريتريا قانون 91 8 يوم بلو قانون عمل فقره من قوانين السلف الفقرات أزلة 8 من بلبل 8 91 من بلبل دي بشهر 8 عشان فقرات 91 بل قانون عمل 91 إريتريا بموجبه عمال إريتريا من جديد تأسيسهم دي بداخل المؤسسات الإنتاجية أو داخل إنتاج مؤسسات إنتاجية دي بإريتريا الهليت دي بو اندقيست من جديد عمالة اندي نظمت استردي إلا مسألة تأسيس لا سك سنة 1994 واصلت 94 88 صار ساي مؤتمر وادع على النبي دي بأراد محررة سنة 94 رابع هاي مؤتمر دي بأسمرة وادع وسميته من مؤتمر وطني عمال إريتريا إلى كونفدرالية وطني عمال إريتريا تحولت وأبا واصلت تكوين أيوة أجل فرق نايو لفترة لاتحاد عمال إريتريا بميدان على ديبا كل جهده وكل حيلته قل دعم ما يسورته أزد مصانع عند مساكة دي بأرض محررة وإريتريا استغلالة نسأت لاتحاد عمال من داعم الثورة العلا وبس أنا ذات العامل بدير دي بثورة دي بنتو لدعم على دي بيكو دي بأي كانت شق أهلا ها حق ميتو مركبة مي ركبة كم ساعة شق للي بل دي بي علان فروق يعلان لأن العمال الله كله دي تحت إدارة قوانين عملنا دول كان أي شق على هذا لكن دي بطل حكومتك عامل دي بمصنع شقه عدو ناي كونفدرالية وطنية قدبي أولا نكرينا لهي مودة دي بقى أي عامل أساس ناي تنمية ناي وطن هتوما كم عامل لا تحزيو ساعات عملتو راتب ماهيته ساعات عملوته لا 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 موقع لديب شقه صحته وسلامته لراعيته عند بيلكا ديبو لا تأسس اتحاد عمال اللي كمان منا كشريحة عمالية ديبا مجتمع له حقهم بقانونه من دركبه يقول ليش قول قدر ديبا وقته الذي يبه لنا وكد الدينا أبعمهم دي بلبشات حمام كورونا فيروس بهلت كوفيد عصر سع تتربش لهليت التوكد صبتو أتلي كما من قدمو لعلو حمامات تأريك اندقاب أقل حلف صبتو أتلي كونفدرالي شاكال إرتريا مشغل أو كيت اندقم بي سؤولا معلم Oh
2019 من أهم وقايد منه ميقتو لقبي حسب ما تبهلا منظمة الصحة العالم وعالم لوديو أنه نظافة أساسته حسبة إيديه كم ما مات وديت يمت قارب قدام لتفناتت اللي حكوا قبعة نحنا لو وقت له مصنع ملوتي دي الرأس مرة عند قسنا دي في صناعتنا الكول ميت اللي الشقة لهنا منظفات اللي تفال مات وتفاهمنا مصنوم ولا فترة لنا ديبا تقريبا اللي مصانع عندي كل العمال دي في شغل لهلو اللي مطهر اللي كفى بتصحهم نلبل هجية قبات وفعلا مثل لا شركة بيرة يمكن هتا مصنع بيرات لكن اتحولت لألكول قد تشكي أنا لا قدر كمتي أمر لكن بزح نا الكول برامين ما فوق المية لقبي ده ناس أكون فدريشن دي بقول له مصانع عندي كم سال بتصح ودي أقاليم بهلو مصانع دي جنوب لقبا دي عنسبة لقبا دي بقاش بركة دي باتع ده بتصح كله كم بتصح وبالتالي العمال لدي في شغل لهلو أسلوبنا وقايتنا يو لعبك لقبا لقبا بزح شغل ودي قال أيد مثل مصنع زائر ومثل مصنع إريتريا للتبال ناي قماش اللي متبلو كمامات أيوة اللي ماسك لقبي بزح حاجات يعني ماسكتات بزح على يمكن اللي من ضمن الماسكتات لا لا مصنع أسمرة لشق أيوته أيوة قل مصانع وقل عمال كلهم من ده هيك بقى فتح يا بهيت يعني لما أسسات كلها يعني دي بقول له ودع له هذه يوم أي مؤسسات دي أسمرت أتيا دي بقف بابا برميل نايماي أما صورته وألكول وصابون لإيكاري مصنع يهلان يعني وبالتالي كله بس حناه بعد حد قد لا سلاح إريتريا أول الأنسات من إلى تحابرة التو إلا يوم الرئيال هلينا دولتنا كم دولة قلنا رأيا وقدرنا للبل سؤال لو جب بوليس ما وقب أقبي من بداية ثورة خارج مشاركة أول الأنسات بحدو من معالة التا حرياين دال أسك تامت حرية إريتريا دور أول الأنسات التحروبات لقب أما قرح روبات سنو كلكم سالحالت نايل قربوك التأريك للشدوتم منادلة ألم بلاي تقلي لتهي بشرح باي حلام شرف باي نتواقي بكتا وشفتا جنة براهية بادي يا ريت قرا من هاللي مروت أقلت ولا تأنسايت ديبلا من تولور إيكاها من قبل ولا تأنسايت سر نايا مجتمعتا لقد له أساسا عدالة لوبو قل مستقبل ما قل كل شعب إريتريا بحبر
بحتى خط للجيس حكومة قلبنا قام قبني كله دون أي مجتمع دي بلا أسس وأنبوت على قلة نايدور قلة وجب هالتو من ضمن هي أول أنسات إريتريا دي بلا لا تبقسا قلة بريحو هي حقو متسات نايجو في الشعبيت لا تمددا قلنا بخت عبسبت على كلن أول أنسات إريتريا اندت نزمت بدرجة ناي حفاش الدبات تشارك لتقدر بنايا منتبلو دور دبا أسوس أو أنبوت على ناي سلاح منتبلي هي قتنادل توجبا ولا تأنسايت ما قتنادل كم سلها لقلا أبزحة فقرنا بهلتو هذا اللي ترين ده ليكا دي بلا قلا ثلاث فانات أماكن أنا يمكن كتجربة دي بجهاز ناي جماهير مدبت عالكو لنا هنا من تقولوا رأيكم قبل شعبكم كيف توعية تهيبوا قبيل قلة فزع قلة نزم أتأخر ما قلت عنده لو بقص على قلة قلة قبل جو أنجبني ناي مشاركة قلت تجير وقلت تعبه عيد أتنا يا بقصة لهالليت صورت كمان قلة قبل سبت وجبوا من ضمن إحنا حتى دي بلا توعية ناي شعب تحرك على نبهلته وقتا لباقة أماكن رأيكم قبل ما ل اتندال ناي جبهة ديب قوات لتمدبايا كم محاون قلوم لرئيت ترئيان على تبهلتو مسول كله ما تقاقمناي ولا تأنسايت عبرتن ليلة هايباهو لك قليت من تقولو سأر واحدة اسك استشهاد لتقلب مراحل ما قلت عديهو كم سال هلا أقلن لأرأيهو سباتتو أو تكم سال على كتاريخ للذكر قدر بهلتو كالايت كاس لكن لديبا تجربتنا قلنا ذكر لنك قدر كجهدنا جماهير دي بلا توعيتنا يا شعب افهند هي اول انسات دورن دي بلا بقص لهلا صورت ميتو قلق بقى لوجبو محقوقات اندا تبقات بقص لهلا قل اللي تات لنا ينفهم قل لوك الكمسل هلا قلو توعيت هبت بزيادة انشق دي بوعلنا قد لا قل حرية افقروت قل عدول يتقان دي قبقني دي بحقوق ود انسان نحنا كأول الأنسات هي قدم إلا لحلفا مجتمع دور لهايب لعلا إلا دور اللي كم كفا قلنا تنفق أبو هلا قلنا قل كلا أما سألت قلنا تبقس وقلنا نادل كم سال هلا قلنا لا تأمرينا أو خط لا تبقينا نوصو جبهة الشعبية تا كمن إلا مبدأ اللي تبقسنا دور أول الأنسات لعبا كم سال على كتاريخ نتذكر نقدر دي بإلا مرحلة اللي أولاي مؤتمرنا أول الأنسات قلي شاركة اندي ترفا كمان ديبو كم سلمت ايا اللي ملا رأيك سباتت ناين امانت ناين قلا عوتين ايا انبوت او بقسل على صورة كم سل على قلا ترأيت قدر ديبو ملا لا وقعي عليها ديب داخل نعادو ميستقر قلا نتقى لو بوجب قلا تدرس لابو اشاءت قلا صورة تنلهي بوها عليها قال ايت قلا صورة للأتحازي حاجات مهلا من قبني عندنا الزمان مثل الجليه النبلان مثل واهيه النبلان كم ما سبن شقي عليها دي بكارج العليا هي يومتين لهلا فكر رأيكهم قبل ورا كارج جيسان قبل قل إسرائيل كم أوده بقوله يت لكرية قليتو التمر حالة لهي رأيكهم قبل لكن لجيسيا مثل لا متأجمنا عدو إسرائيل وعائلة وجليهن اللي فقدا لهلا تقلم كله قل لا صورة اللي بلها كم سال عليها بيان بالعمل ترى تاريخ دو بهلتو يوم نفق الدول علينا أولد أنسات كما موتر اندا قبايا الثورة ديما لتتذكر قدية أقدايا كلام اللي دي بوديا هي قدم رحي داري ومالي وولاجي عجي اندت بي اقل وطانا لتصبلت ارترياهيت ولت انسايت من اسر فراس حوان دي اتترف اسكت درجة مرحات ديب عوتي الابتحات كمسالتا ابدا قاقام التاريك ارتريا للتهدى قارتوم من قبط عدليتا اندي اتقبي اسكارجي اند جيسايا عدن وعيالن اقل ارداءات شغل فرورات لعليان دي اتترفا
حقو مالن ودارن وسرغوهن رحن اقل حريات تقل سبلا لآتاياكم سال عليامة لتفقد منادلة ألم التل لتوسكوها هالآيات يمكن ولا حق حرية رأينا من قبلني قل هالليوتنا إريتريا بكل حيلة أو الأنسات يمكن سرقوته بلند هالليك هقول ولا تأنسايت يب أي اجتماع قيموته ميتو كلنا نعمره لكن قدم دولة سرقو كم سليلة استحزه سرقوهن دم التطايا تربيزة لكريا ديب كارج ولا ديب داخل إريتريا قل صورة لها بيا أو الأنسات إريتريا أذسي دورنا أول أنسات إريتريا ولكن حتى كل إكوادر كسميت فلانت فلانت نيبل إنديكم كلن بعمومي لودياهو لارأيهو مباترو متاكل سيل كم سليكونيني قلن نشرحو نقدر لجوا على هذه جوات من خارج عندما بزحاب قلمي ديب كاريج عند قبايا لشقيا لتنحيا ناين مربات قلا اقصنا قبايا من قبنا اخر اتتا ميدان عند متايا سبو سبن لبتحي قلب صحا قلمي انا ديب عاد عند هليكوسي كاني شقي كن نظمكو لا بردي على نادا عند جيسا بارودت يرفع من قبني شق هليكو يلبلني من ضمن هي اول انسات اريتريا ولا ديب كاريج لعليا صبطاتو لعليا اشقالات صبطاتو لعليا وقاي قليل يكونين لكن اخر ديب ميدان انداتينا هي قاليت لقبت روحتنا قل عدنا دبيلا لما تصيح بصحت اول انسات اذا حتى كل اغني بلن نقدر نديب قوات اند توزعيا الحلفيا لا يا ديب اجهزات اند عليا هي السكه اخر حريه ناين دور لا رايا لا يا اذا ديب ميدان ديب اريتريا لي طلع على نادى لقني ولي نقدرني يمكن حو ورارنا ويانا رأينا هم نقبل مشكورن شوتات ولتفناتا ديب حكمنا نجيسك حات إبلباسنا مجرحين وقل على دي مدت قلا خصوصا كمان ديب سوساي ورار رأينا هم نقبلني كورن شو ندسن كتايا أنا قرن دا أنشفايا قلا دفع لأدالي عليها خصوصا دي مرتفعت هي من قرام من دي لتفنتايا سك كله لدفعات أنا أتذكر من كرن ندت بقسيا سك بقى تسع لجيسال عليا دي بدفع قل نبريتنا يا مقاتلين قلش كيا مجرحين قل ليا دي بدفعنا اللي جبهتنا كفا سامري إنهم من قبل من كل لدفنات أماكن عندما تسعيا لشقيه لعيا ليا بزحتا قليهن أباهن ندت حبريا مثل ندال سك تعليم لكريه ليا قليهن ما دي بعد لقبليا أسرة دي بولت حبر أهله لكن لناين مشاركة دي بدفع على دي بحكم الناتات رعيوت على دي با توعية مارئينهم من قبل دورا لهاي با عليها عند قل الأستحزي لتعندق عليها أزاسي اللي شغل حق حرية لترأى ما بقس نايو دي بصورة لعلى كمسلتو قلنا أمر وجبه لتو قل مش شعب ليت حبري قل له هيت آخر قل تعوز سبتي قدر كل لشعب حسب مقدرته مشاركه تلعب على افنتيتي اول الانسات اسرتني فقدا اجنيتني فقدا مثل لا تبقست ظروف لتبقسا كمس العلا بوضوح بنشرح ونقدر بهالته Yeah.
من مدة ثورت لأنبتت نيات ومراد فتوات أن أولد أنسات التأوكاد ورارات ما من قبي ابنزمت قبي كمسل التلاليت وفنتي مرعيت جرحام ومسكونام لتتحمد كمسل على ما لتهدقن الحروبات لازم استشهاد ومسكنها لا وديباما مسكنها بدرجة كمسل تفنت أمورتم لثورت مبل متحارب اتميدان بزوح اشكال ومسؤوليات كمسال على الالة امر ورات من هي مراعيات لدي بحروبات لمسكنو منادلين تو اتقلي منادل ابراهيم سالم للبلو هلقلو مركزين عيون الجامعة لأقوله حكايم له طبعا حكايم له دار حكيم له كله يعني جاهز يعني بشكل نظامي مسنا ل على حوال 5-6 نفر اللي قبوا تنتم لراعونا أبستريتشر حنا توقت لها تقدامية الإقلامية لك على 3 نفر سنة 76 لزبط أوتهم اترأسهمت مثلا كلها معارك سنة 77 طبعا معارك شرسة ومعارك كوي بدل معلى مرة معارك شديد بدل معلى في بلد جرحة وينو بزحام علىه طبعا 77 78 حق أتيت 78 أنا 7 نفر صنحوا نجيب تلا غرفة لحنا عن نديو أولا 4 غرفة ه ل ح م أ ب قلنا ده بيلكلا تقيس أبوته زام قلنا متوب الله قلنا رعاية قلنا نفع ودوت لا أرقام لها وأوفا نتو هذا من دون عدلة نتبحل عنه هذا العدلة أسكز هليت أسكز ذي بالله مسنا هليت هليت عدلة لا تطبها لو ميتهم شوية لو على تعوض لنا يوم كبادت له بدي بعدام ناي أجر على وناي رأس على وناي اللي نكك نيبلو مختلف يعني ما زابط على ذي بعلو هذا لا أنا يلعب ثلاث غرفة لو بلكها لو جماعات على وطة ولا حتى غرفتين إحنا عندنا دي قبل عدلة بينوا مثل نبر السودان أتينا قبل عدلة زي ما دي ولبس أنا هذا لهم شوية عقليا لا عقلهم لا خرفة رأس زبطة رأس لبديبو بس وبنا إلى رأس زبطتين لو الدقوم وقدام لو بلعوا وقدام لو تحسبوا إلا توقت لها على إحنا من دمنا معنا توقت لها حرام ممكن حرق إنه رأيت اللي وأنا يبر السودان كفاية عن نفسنا إذا قدرنا عنه نوصلنا نتحسب كفا نوصلنا نبلع كفا نوصلنا شغلنا إن شاء الله هي نقدر رأيت اللي كان بس كزي ما حدا عمل قبها لو بس اللي يقول لي أسمر هذا مثل اللي كله أباي طبعا في النهاية كل جربه بقبي نعفا نعفا بالنسبة البحر اللي دفاعاتنا شمال بحر لا على بلا مساء عدو على حتى المعركة تنذكر هنا بحر لما سباته فلذا في النهاية لكن يعني تحدي على طبعا باي كفوك أم دربات دو دي كأتو هو دي وكانو كم تصنحو في حالة دفاع عندك باكا كفوت كرعو منا خلفيات من نادي يقول هلا أماكن اللي يتبع على ما زي اللي كله مقاييس من أكان دي بأكان نكست دمانة قلة صورت ودمانة قلة قدام صعب طلها اللي كان اللي بدل ما قاعد اللي هو ناي نظام على أمره نظام التخلفيات على ونظام هي ندي بقى مجابهة مثل عدو والدول على وعلى دي إطلاق النار أو كمان بارديات ندى سواء كان مثل عدو دي يقبي كل شغل على كل شغل اللي
عيت هواتينا احنا ليطن دايين قبي نغفل على اماكن بعد على كل الادام دي عيت جمعت قروم قروج لقبا انت اللبلب قروم لقبا عورام كل المسكونام دي جمعت منا ما هي يعني اشوا كانت حي سوق لهم اندت بهلا يعني جلها انت نسا هدف بنا هو مبدا بنينا كله قلت انسى وقل كله قلت كبر كفلات وين بالله سبت انفاسنا على اتمدى الثورة استشهاد وجرح من ما سادف لمن استشهاد لفقره وحكمنا اندقى الوم من حديث بدقمان اتنى دالك فحم صالح اند عقبلو لاستشهد علو قليما نايمة حرات مقدارات لي على الوم حد قدرتهم التعليم ومهنات رحم لتأوركم صالح علو فازيمكم صلالو لتأمر من قول منادل إبراهيم سالم قروبنا الجلابة من نقص ول الشلل أغلي للتهف ويلتقلل أبقنع وصبر كله نكهل كفيني بلاقين تحلل كفيني بالله أسفت انفاس محلل الله زميد مسلكه اكاديميه دراسات اكاديميه على قلنا تصنيف سياسي على قلنا لغه عربيه دراسات على من ضمن المجهود لقى اديب الليت يعني امي عندها قبل ما صح اسك سامنا يفصل سامن فصل لباس حال انسر حقاتينا عسر كله خلصوا هلو اكستنشن اتاخر من سامنا يفصل وكين من سامنا يتسعي عسرى عسر حتى لدرسوا اكستنشن هلا اتاخر سكس كمبيوترات لبصحوا هلا دي ودرسوا مثلا زنا كمبيوترات قاموا قبت اسف عالم هلا يقولوا ان نتذكر نقدر بعد ما منن ده صبط اول ما صحوا حقوا دراستهم واصلوا درجه بصحوا زي لا مفهوم ميتو درس كم ممكن بقتله ودو مثل عافيته من درء وليها ما هي مثل عافيته مشوية عب بدل ما تسهلها قسوا يعني كان ده قسوا اللي شقوي قدرون أماكن هلا قلت أتلا يقدر قلت يقدرنا كانتنا عمارات قاعدة من قبل لا همية بدي من قبل الإنسان اللي قل ليش قديبة بسببنا اللي مساقمنا إلى هلا شقيتنا إلى أبيات قل ليش قي قدر